برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة بين ناديي الزمالك والأهلي على صالة مدينة خليفة الرياضية، والذي انتهى بفوز النادي الأهلي المصري 60-64. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة باستضافة مملكة البحرين لنهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لكرة السلة لأول مرة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص المجال الرياضي. وأشاد سموه بالنجاح الباهر الذي شهده نهائي كأس السوبر المصري في ظل الحضور الجماهيري الكبير والتغطية الإعلامية المتميزة، وذلك في ظل ما يتمتع به الفريقان من عناصر بارزة وسمعة كبيرة وشعبية واسعة على مستوى مصر والوطن العربي. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أهمية استمرار مثل تلك البرامج والأنشطة الرياضية المتبادلة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، سواء على مستوى كرة السلة بشكل خاص والرياضة بشكل عام، بما يسهم في تعزيز التقارب بين البلدين الشقيقين بجانب تحقيق العديد من المكاسب الفنية والإدارية من خلال تبادل الخبرات والتجارب، متمنيا لنادي الأهلي والزمالك التوفيق والنجاح. مملكة البحرين الحقيقة يعني استضافت الفرقتين بشكل متميز جدا، أشكركم شكرا جزيلا. دايما العلاقات المصرية البحرينية دايما متميزة، وبشكركم وربنا يبارك لكم في بلدكم، ودايما كلكم يا رب العالمين مبتسمين، لأن الحقيقة ما لقيناش منكم غير كل كلمة طيبة وكل كلمة حلوة. مباراة أهلي وزمالك، جماهيرنا كبيرة سواء أهلي أو زمالك، سواء داخل مصر أو خارج مصر، الحقيقة الفرقتين بيتمتعوا بشعبية طيبة، الحمد لله. أعتقد مباراة طيبة بالنسبة لنا، نقطة مهمة جدا لأنه بداية موسم بالنسبة لنا، أول بطولة بتخش لنا السنة دي إن شاء الله بإذن الله. حاجة كويسة يعني، جمهور كويس إدى طعم جميل للمباراة، إدى بهجة للمباراة، كان تفاعل الماتش نفسه بين إنه رايح جاي ما بين الفرقتين كان مخلي أجواء حماسية شوية، فالحمد لله الأجواء جميلة يعني.